لما يكون عندك جمهور سفاح اوعك تخاف من اي حدا بالسوشيال ميديا، من اي حدا بالدنيا، لا تخاف من اي حدا. نصيحة هاي، اسمعوا ليش جون عم تحكي هيك، حطوا لايك وشوفوا الفيديو اللي حاط لكم اياه حاليا. بهي السنة يا جماعة ما حققت انا ولا نجاح. كيف جون ما حققت ولا نجاح؟ انا كنت حاط ببالي اني اقطع 4 مليون مشترك، وكنت اقطع المليون على الانستغرام، قطعت المليون ورجع نزل حسابي. لاحظتوا انا دخلت مسابقة يا جماعة، وبعد ما خلصت المسابقة الناس سحبت الفولو، الناس الاجنبية او الناس اللي ما بتتابعنا، عشان هيك رجع نزل حسابي، وحاليا رجع عم يطلع شوي شوي، وبقي لي شيء 25,000 وبطب المليون. المهم تابعني هنيك، روح تابعني. اذا وصلنا مليون قبل راس السنه بوعدكم اني اعمل شيء كتير حلو، انا بعمله بيني وبين حالي، بس راح اعمله قدام الناس على السوشيال ميديا. تمام، نشرت هذا الفيديو قبل راس السنه بيومين، وبيومين 25,000 متابع دخلوا على حسابي الانستغرام واكثر، وصلنا مليون متابع على الانستغرام. ليك الموضوع مو موضوع ارقام. لما قلت لكم انا كان عندي هدف او عندي حلم السنه انه هي السنه اقطع 4 مليون والواحد مليون متابع على حساب الانستغرام، كنت عم بحكي عن عفويتي، ما توقعت انه انتم يسعد ربكم انتم اهلي. تمام، ضليتي وراي، عملتوا حمله ورفعتوا القناه حتى كمان اكثر من 100,000 مشترك. شكرا يا قلبي. انا قبل ما اعمل حفله انه صرت مليون وافتخر بحالي وهيك، حبيت وعدت وعد بالفيديو هذاك اني اعمل شيء. شو هتعمل جواني؟ اول حدا عملته، تابعوا الفيديو للاخر، هذا الفيديو كتير مهم تتابعوه يا جماعه بعد اذنكم. اول شغله عملتها اللي هي فاجات شريكتي وصديقتي مريم اللي ساعدتني كثير 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 بالفتره الاخيره، الله يعطيها الف عافيه. مو ساعدتني شرط انه بس على اليوتيوب، معنويا لما كنت اضعف كانت توقف جنبي تحكي لي تقول يلا جواني حاول. فاجاتها بشغله كثير بسيطه، شوف الفيديو. والله استنوا على زمان يعني. لا مبروك، انت بطلت اخر السنه. اخر يوم مبروك مبروك. لما وصلت المليون قلت افاجئك فيه. خلي لي قلبك وهالوردات كمان. هالوردات من طوم اختك. مبروك. بس هيك مطلع لي بهذا الشكل من دون ميك اب. كونجراتيوليشنز. هون بيعطي لك اليوتيوب انه انت قناتك طلعت بسرعه رهيبه باسبوع مدري شو. شكرا. هيدا كله انت. اول شيء هيدا كله بفضلك. خذ رب العالمين فضل الناس. لا وبفضلك كمان، عشان انا لولاك كان كثير روحي من هون عنك، روحي عن جدتي. ما انت انا اصلا ما كنت بهذا المجال. لا والله ما بتفلسف، انت بتعرف انه انا لو ما انت عشان انت حدا عن جد بينوسق الواحد يكون معك بالشغل بكل شيء. والله جواني خي واعز، ما بدي ابكي انا شنو هذا، بس والله اللي عمله معي جواني ما في حدا مشهور بيعمله مع بنت. اسمك شو؟ ايه مريم. مريم واهم شيء ماري جواني يا جماعه. ماري جواني جنبها اسمك موجود. مريم زعيتر تستاهل درع المليون، وان شاء الله بتحصل عليه هي السنه. اطيب حدا تعرفت عليه بالسوشيال ميديا هي السنه عن جد يا جماعه. الشغله الثانيه اللي عملتها، انا ما راح اعرض فيديوهات لهي الشغله لانه هي الشغله على طول بعملها بيني وبين حالي وبيني وبين رب العالمين، بس هالمره راح احكي لكم اياها. وبتمنى من اي حدا من متابعيني لما رب العالمين يطعمك شيء او يصير معك شيء حلو لحالك، عمل شيء خير للناس. مثل ما رب العالمين فرحك، فرح ناس ناقصتها فرحه، لانه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هي حطوها حلقه باذنكم. شو عملت جواني؟ عملت رحت لمنظمة هي للأطفال الأيتام، تمام يا جماعة؟ ما راح أذكر اسم المنظمة عشان ما حدا يقول لي إعلان لا ولا شيء، لا لا لا، رحت لعندهم لحالي وأنا على طول بروح لعندهم أنا وصديقي المحامي ماجد، وتبرعنا بمبلغ بسيط وأصعدناهم وعملنا حفلة معنا صغيرة وتغدينا وصورنا هون. حط لكم صور أنا هون، تمام؟ شوف الصور هذول، هذول الصور ما بتتخيلوا قديش لما تشوفوا عيون الطفل وهي عم بتطلع عليك وراح تدمع، ما تتخيل لما طفل يتيم أنت عم تفرحه بشغلات كتير بسيطة، تخيل الشغلات عم تفرحه إياها أنت ما لها قيمة قدام يومياتنا، قدام لبسنا، تمام؟ حسبوها، أنت كان نحن عم نصرف أكثر من هيك بحياتنا اليومية كشباب. لما نفرح الطفل اليتيم هذا الشيء قديش ثوابه كبير عند رب العالمين، تمام؟ بتمنى من اي حدا، من اي شخص بحبني وبتابعني، مثل ما تقول جواني انت بتحفزنا على طول، خذوها هي تحفيز ونصيحه من اخوكم جواني.
لا تنسى، لا تنسى الناس، لا تنسى الناس رب العالمين ما بينسى، لا تنسى، لا تنسى الخير، لا تنسى شو ما كان دينك. قال لي انه انا مو ديني، لا لا شو ما كان دينك، بالاخص انت انسان. الانسان لما يحس بالانسان الثاني، لما يحس بجاره بجاره، لما يحس فيه والله العظيم رب العالمين ما بنساكم. تمام يا جماعه، الحمد لله رب العالمين صرنا مليون على حساب الانستغرام، وناطر نصير 4 مليون على حساب على اليوتيوب، منشان نعمل حفلتين بجننوا معكم، والله يخلي لي اياكم يا رب. ليش جواني ما نزلت الفيديو دغري بعد راس السنه يا جماعه؟ تعبت بالفيديو كليب، بلشت تصوير فيديو كليب حوالي 9 شهر بلشت فيه، تخيل 9 شهر. 8 الشهر بالليل كنا مجهزين كل المعدات، 9 الشهر صورنا الصبح، عندنا 9 و10 خلصنا المونتاج، نزلنا الكليب ب 11 الشهر. اول ما نزلت الكليب كتبت كومنت لحبايب قلبي للمتابعين انه انا هذا هذا انا تعبت كثير على هذا الكليب لدرجه اني مو نايم، يا ريت ما يروح تعبي على الفاضي، يسعد ربهم. اول يوم الغنيه حققت اكثر من 800 الف مشاهد و50 الف كومنت واكثر من 100 الف لايك، يسعد ربكم. تمام، ثاني يوم الغنيه اللي هو هذا اليوم عم صور فيديو، هذا الفيديو هو ثاني يوم الغنيه، وصلت 100 الف كومنت و150 الف لايك تقريبا واكثر من مليون و200 الف مشاهد، يسعد ربكم. عرفتوا لما يكون عندك اهل وجمهور حقيقي لا تخاف من اي حدا بالسوشيال ميديا؟ صح، في ناس بتجرح، في ناس بتنمر، في ناس بتهاجمنا، في ناس تكرهنا، في ناس بتعرفوا ليش ما بتعرفوا غيره، بس لما يكون عندك ناس بتحبك من جد لا تسأل، لانه هي الناس راح تسكت الناس هذيك اللي قاعدة تهاجمها. والناس اللي تهاجمنا وتسبنا من دون ما تعرف عفويتنا طبيعتنا، من دون ما تعرف شيء عن حياتنا، انا بحب اقول لهم الله يسامحكم. من كم يوم طلع يوتيوبر واللي هو كان اخي وحبيبي ورفيقي واكل خبز وملح سوا، بلش يحرض الجمهور عليه وعلى رزقي ويقول انه هذا الشخص كذاب وبياكل مال حرام. بتعرفوا اول شيء انفعلت، نشرت فيديو على حسابي على قناتي الثانيه، عندي قناه ثانيه رح تكون رابط الوصف، نشرت فيديو على القناه الثانيه وحكيت عنه. لمن حظه ومن حظنا انه الكنزه كان في عليها صليب، صوره صليب، مع احترام الاديان طبعا هيك. بنفس الوقت اهل تضايقوا بالفيديو انه ما بصير انتم كنتوا رفقاء، واجي دخل بيتنا هذا الزلمه وعيب مدري شو. عملت الفيديو خاص انا. المهم يا جماعه، عملت الفيديو خاص وقلت بيني وبين حالي الله يسامحه، بس ما بعرف ليش هيك. تمام، قاعد يحرض الناس وهذا زلمه كذاب وعم ياكل حرام مدري شو، وهو بيعرف، وهو بيعرف وكثير ناس بتعرف انه انا اول فيديو عملته كيف انحفت، حكيت فيه انه انا عامل عمليه وما نجحت وتعذبت، والحمد لله هي العمليه ساعدتني خطوه، بس انا اصراري ونجاحي وهذا المنتج استخدمته، وهذا المنتج ما انا استخدمت منتج، انا افهمكم في ناس جديد تابعني، استخدمت منتج للتنحيف. تمام، وبعد ما استفدت من هذا المنتج حطيت الوكاله على اسمي، صار باسمي، الرابط رح خليكم اياه تحت بالوصف، موجود لكل العالم، فيكم تشتروه بكل العالم، تطلبوه عن طريق الويب سايت وبوصل لقدام البيت تبعكم. المهم يا جماعه، انا حكيت هذا الشيء باول فيديو حكيت فيه اول ما نحفت 20 كيلو باربع شهور تقريبا، حكيت هذا الحكي لمتابعيني. تمام، الفيديو موجود على قناه اليوتيوب، بس اكتبوا جواني كيف نحفت. هذا الشخص طلع لما شاف المنتج، حاليا المنتج اخذ الترند الاول على العالم بالمنتجات التنحيف اللي انباعت سنة 2020 بسرعة كبيرة، الحمد لله بفضل رب العالمين وفضلكم طبعا. أهلي الصراحة أقسم بربي إن أبوي وأمي وخواتي البنات، الله يخلي لكم خواتكم، إنه بيستخدموا لهذا المنتج والله العظيم، وقرايبيني. المهم بلش حرض الناس اللي تعال إنه ليه هذا كذاب، هذا، وهو كان رفيقي وآكل خبزي وملحي وبارك ببيتي وأنا وياه، ولما أشوف لما أشوفه عم يعمل عقود مع فيسبوك وغيره ب 30 ألف و 40 ألف دولار كنت افرح له. تمام، وهو ضاقت عينه على نجاح منتج. مشان هيك بس بحب اقول له قدام المتابعين كلياتهم، مشكلتك ابن بلدي ومشكلتك في بيني وبينك خبز وملح، بس بحب اقول لك رساله، انضب، انت تزوجت، الله يوفقك يا رب وشوف اولادك، وبقول لك الله يسامحك، بس كبار كبار كبار، وانا ما راح عاديك لانك ابن بلدي، ما راح نشمد الغريب فينا، بس بحب اقول لك هيك. انت علقت مره العراقيين والسوريين بعض كرمال اللعبة وكرمال مواضيع بسيطة على التيك توك بكل مكان، ونحن العراقيين والسوريين اخوة من زمان، بس انت اليوم خلصت من موضوع العراقيين والسوريين وخسرت كثير جمهور عراقي، لانه من ورا سخطك بنفسك، من ورا التحريض، بدي اولاد بلدي. حتى انت على اولاد بلدك حكيت، هلا اليوم انت عم تحكي على اولاد بلدك، ومن فترة حكيت على السياسة وبحجة انه انا بدي فش قهري. مو هيك الواحد فش قهره، مو هيك الواحد فش قهره، هي اسمها وقاحة. بس انا ما راح ارد عليك ولا راح اعمل معك حرب، لانه مشكلتك ابن بلدي، واول ما راح يشمت فينا هو الغريب. مشان هيك انضب يا ابن بلدي، وانا بحب اقول لك الله يسامحك على الحكي اللي حكيته علي،
وعلى كل المشاهير التانيين، ان كان نور وان كان جبارة وان كان غيره وغيره وغيره. انا رح اقول لك الله يسامها، وان شاء الله يسامحوك هن كمان، ما في نحكي غير هيك. المهم يا جماعه ما راح اطول عليكم، اللي ما شاف الغنيه لحد الان روح يشوفها. في كثير ناس تحكي لي جوان اعمل حلقه انت والفريق واحكي لنا عن مايا واحكي لنا على التعليقات وشو قصه الغنيه ومين بتقصد ومن ري شو وهذا الموضوع منه. اوكي، اذا وصل هذا الفيديو من هون لبكره 50,000 كومنت واكثر من 100,000 لايك راح اعمل لكم فيديو نحكي هاي القصه. بشكركم من جوا قلبي، يلا خلينا نوصل القناه 4 مليون متابع. ما ضل شيء، انسخوا رابط القناه وبعثوا لكل رفقاتكم، بحبكم يا جماعه. انا راح بلش سنه 2020 من دون عداوه مع اي حدا، ما بدي اعمل عداوه اي حدا بتحيرشني راح بعد عنه، وفي محتوى جديد عم حضر له. استنوا نهايه هذا الاسبوع الجاي راح تنزل حلقه من المحتوى الجديد، بتمنى الدعم، كثير بتعذبني كثير تعذبني، وبرنامج جديد، وبحبكم كلياتكم والله يسعدكم. وللناس اللي بتقول الغنيه انه سمعناها من 5 سنين لشخص ثاني، تبعوا الغنية للآخر، مكتوب هيك بالوصف مين صاحب الغنية القديم اللي غناها من 5 سنين، وبالتوفيق له. شوفوها منشان هدول الناس اللي بتحبوا يحرضوا علي عشان انتو تكرهوني، انتو خلي ثقتكم فيني وانا ثقتكم فيكم. بحبكم، انتو مو بس جمهور، انتو اهل واخوات، ويسعد ربكم. انا بحبكم، شوفكم فيديو جديد، كان معكم اجواني، والسلام عليكم. الله لا يقدر ارجع لك، اتعلق بي وحدي مثلك، انا مش قادر الفظ اسمك، ليت ما كانت ايامك، والله مش قليل عليك.